اهلا والله بكم بقناتنا، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بالف خير. اليوم الفيديو السراوي راح يكون يجنن لو يموت لو شنو. اليوم الفيديو كلش حلو راح تنعجبون به. اسكتي دقيقه اصدقائنا، طبعا اليوم الفيديو راح يكون برعايه مريم، ست مريم الماشي. السرى اتفقت هي ومريم انه يكونون ماشي، بس مو سرى ماشي، مريم الصيد ماشي لمده يوم كامل. طبعا سرى اقدم لكم مريضه جدا بهذا الفيديو، مره تعبانه بس قلت لازم اطلع وياهم، يعني ما اخليهم واحد جدا مريضه. بس احنا ايش راح نسوي؟ ما راح نتعبها، راح نكون انا ومريم اكثر شيء بالفيديو. زين هسه خلي اشوفكم ست مريم الماشي. وينك؟ ماشي هلا. لك شنو هالجمال هذا؟ هلي هلي والله ماشي، اسم على مسمى طلعتي. ماشي والدوب. طبعا اللي ما يعرف ماشي خلي يدخل على اليوتيوب او يدخل على الجوجل يكتب ماشي، راح يطلع لكم الكرتون مال هاي اللعابه. طبعا مريم كرتونها المفضل ماشي. بس باعولي هذا كلي تشغل، منو هذا؟ كلي تشغل ايد سرى. زين اي مال ما بس اوقف، تعي اوقف هنا ندى يشوفوك. سرى وشنو هالابداع؟ هذا الابداع طلعت تشبه هذاك والله. شوفوا شنو شنو هو ماشي والدوب. ماشي والدوب زين. اصلا سولفي لنا سرى على هاي التجهيزات مال ماشي. طبعا اشتريت لها قماش وخيطت لها اياه، وانا يوم انا افصل بالصدريه يطلع غلط وارد اسويها، الما صارت بهذا الشكل. صحيح. وهذا الحذاء هم يعني سويناه مقارب للعابه وللكرتون، وكل احنا جهزنا له اياه وسرى خيطتها بايديها. ها لان انا الخياطين اكثر شيء ما يسوون هاي السوالف، يعني ما يعرفوا له. انا يوم انا افصل واسوي ما طلعت هذا، علي شي يقول لي مستحيل تصير حلوه بابا الحالج. قلت له والله تصير. الا صارت. قوموا وقفي خلي يشوفون، قوموا وقفي يا ماشي. ها مريم لا هم يحبوها وراح يسووا لك لايك، تقول لكم اذا تحبون ماشي سووا لايك واشتراك. لك فدية الوفاحة. ماشي يحبوها، ماشي يحبوها. نطلع نسوي جولة بكل المنطقة مالتنا، وناخذ لها صور، وناخذ لها صور ونوكلها، وراح نقعد بالمطعم وراح نرتب كل شيء ونرجع للبيت. خليكم ويا هذا الفيديو، ومثل ما قلت لكم ست ماشي خلوا لايك على هذا الفيديو. وقعت ماشي وقعت. ها العالم دي يبان عليها، دي يبان عليها يقولون ما شاء الله ماشي ماشي، بس ما نقدر نصور ما تفشين شوي. ها حياتي يقولون الناس انها حلوه ماشي ماشي. ايه افتح شي ياهم بعد الموجودين، ايش قد كلهم يقولونها ماشي وماشي ماشي وماشي هاي ماشي. هاي من هنا انا قاعده، هاي من هنا انا قاعده. ماشي بدي تتغدى، بدي تتغدى. بس انصدمت من ردت فعل الناس. بس اكثر شيء النسوان والطالع ما نقدر نصور. اي خاف اصير انه مشكله، يعني مو كل الناس تحب تطلع بالتصويره. حياتي اليوم انت صرتي مشهوره كلش. لا انا مو ماشي مشهوره، انا ماشي الحلوه. ماشي الحلوه؟ هاي صديقتك ماشي اختك، غير تطلبي لها لها همينه. ليش ما طلبتي لها وجبه؟ ليش ما طلبتي لها وجبه؟ عشان توكلها سرى. ها صدق هي جابت لفتين بالوجبة مالتها، واحدة إلها واحدة إلها. صحيح 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 يا فستق. نم 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 نم. شو رأيكم بهذه الصديقة مريم؟ تشبه ماشي، يعني يمكن أسألت تشوفوها بالتصوير كبيرة وبيتي بس تراها كلش ناعمة بالحقيقة. كلش ناعمة مريم كلش ناعمة، يعني وانصدمنا من الناس شلون حبوها، قالوا حبيناها الفستقة. شو اليوم تعبانة؟ ايش تكذبين علينا؟ تكذبين علينا؟ والله مريضة ما ادري شلون. شراوي مريضة ما ندري كورونا لحد الان، بدنا نعطيها فرصة كم يوم بعدين نوديها للمستشفى نشوف شنو الموضوع. اكتبوا لها ما بيش غير العافية بالتعليقات لان تستاهل. خوش بنية هي حبابة.
يا اختي زين ادز لي شكل ما تقبل تاكل. عيني ما اقدر تقول بلا عيمي شفتوا؟ انا اوصل علي قبل ما اطلع اقول له لا تضحكني الله عليك لا تضحكني لا تضحك ماتي ويا كفش شو صغير نغير لك الجو نغير جو اي بس الخاطر ماشي طلعت الخاطر ماشي 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 شنو تدورين ماشي هي اللعبة اي وينهن الليل ما راح تنام علي يعني معناها شنو راح تظل تعزف الليل كله تمو اغني اغير تريد الله نبى صافوره وكذا راح تخبرنا يعني راح تخبرنا اليوم دبا عليك شفتي ما يقبل شفتي يبوا عليك ومدياكش لين مقزقز احسه يريد يبوس ويحضن بيج لا اشوفه يبوا عليك من جوة جوة يخاف من عندنا خاف الرزلة مو؟ احنا شيف ملابس علي ايه انت شو اسمك؟ حلو لو جميل حلو لو جميل اورهم احلى شيء طبنا السوبر ماركت طفل قال للامه ماما ماما ماشي جتي هي ماشي بعد جتي علينا الام عبالها ابنها بيشي قالت له ماما يا ماشي ما كنا ايه شافت مريم دا عرفت بعدين بالاخير جتي علينا قالت يعني قالت شو قالت ليش تريدين تصيرين ماشي قالت هي اريد اصير ماشي فالبنين ما راح عبالها ابنها وتخبى صار بي فتحة دقيقة لماما ماشي جتي هي لماما شبيك يا ماشي شي يجيبه هنا اجينا للبيت هسه لين راح يجون اصدقائنا هسه ونرد نطلع مرة ثانية يعني لين الوضعية راح ناخذ لها الصور والوضعية الصراحة كلش عجبتنا زينة انه العالم انصدموا كيفين وياها متجاوبين بالوي الموضوع ماشي هلا 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 قامت ماشية والدب قامت لك وين؟ ماش لا ترقب يا العالم يا الله لا تحشيش خرب حظك هلا 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 مع العجوز اسمها علي يجي خرب حظك اي باع عند تصورها باع طلعت التليفون تريد تصورها يلا ايه ها ماشي ها ولا تستحي راحت لكسينو مريم خرب بايبعون علي هذول الجهال لا اليوم رهيبة مريم الحذاء ها حياتي ها ها يا ماشي يلا هاي بنتك هاي؟ ما اعرفها الله كيفه؟ ما تعرفيها ماشي بردت ها ماشي ها حياتي بردتي؟ يما عز 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 بردت اوه بردت ماشي بردت الاصدقاء يبوعون عليك الجهال كلهم الاولاد ها؟ ماشي جدتي ماشي بردت ماشي انهزمت ماشي ماشي انهزمت ماشي باعي شون يبعن عليها يعرفون يا الله ذول الجهال يعرفون ماشي قلنا ايش بيه الخبل هذا اللي بنصنا تعيشي للعب حتى يعرفوا شتي منه ما سمعتي شي يقول لها يقول باعي ماشي هذا يقول باعي ماشي يقول انا برت باعي ماشي ليش تعي ماشي ماشي العالم يقولون كلها صيح ماشي العالم كلها صيح ماشي ماشي مع الشعر ماشي الشعر تخربط ماشي شو وقت راح ينتهي هذا الفيديو شو وقت باع عشان تتباوع عزاز تتباوع خطية ها تعال كتشلف تعال يجيجي يا محمد ذاك هو باعي ذاك هو
انا لازم ننهي الفيديو لان مريم بردت كل بردتي كلش بردت وتعبت غيره وتعبت ومن الصبح احنا طالعين. طبعا ما كنا نريد ننهي الفيديو لكن مع الاسف اضطرينا. انتظرونا فيديو جديد ولا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو. سوي لهم باي باي مريم. باي باي. تعبت زعلت من عندنا زعلت. بوساتك وينها؟ Ha ha ha!